المنتخب الوطني الجزائري اليوم. فرحة كبيرة يا سلام، فرحة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري بالهدف الثاني الذي جاء مباشرة بعد دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الأول للسوداني. أحسنت يا إسلام، يا سلام عليك والله، يا سلام عليك بهذا الهدف الرائع، وخاصة تاريخ شوب بورحي. بورحي بسرعة أعطى كرة طويلة إلى سوداني، ممكن حتى الظهير المدافع الليبي ليساعد، ولكن شوف هذه اللقطه، سوداني بدون ما يتعطل بدون مراقبه يوزع كره جميله للتح في راس كيما راس جميل. فرحه كبيره، فرحه كبيره للمنتخب الوطني الجزائري وعناصره، وهذا الجمهور الغفير الرائع الجميل من ملعب الشهيد مصطفى شاكر بالبليده. تهتز المدرجات مرة ثانية بعد دقيقتين فقط من تسجيل